ازيكم يا ربعين؟ فكرة الفيديو حاجة بسيطة، خشوا فكرة الفيديو. فكرة الفيديو ان في علبة كبريت فيها جنيه بيلمع، الجنيه اللي بيلمع ده هنتفق من دلوقتي ان الجنيه ده ذهب، يعني اللي هيلاقي علبة الكبريت دي وجواها الجنيه يا اما هياخد الجنيه الذهب يا اما هياخد فلوس الجنيه الذهب اللي هي عامله تقريبا حوالي 5500. فكرة بقى ان احنا معناش علب كبريت عشان هي كلها ملزوقة هنا، فاحنا هنفك كل علب الكبريت دي. عني والله انا كنت حابب الديكور في قراريز زي دي بره، فاحنا هنجيب كل ده ونفكه دلوقتي. يعني المفروض هيبقى مجموع العلب حوالي 3000 علبه كبريت، هجرقوا العلبه واحده فيها الجنيه ده. بصوا بقى يا جدعان، لو الفيديو ده وصل 60000 لايك في 10 ساعات هنزل لكم فيديو بكره تاني، مش عارف ازاي هنعملها، بس لو وصل 60000 لايك هنعملها. فدوس لايك عشان نوصل الفيديو ده 60000 لايك، وما تنساش اشترك في القناه، دوس على كلمه اشتراك اللي تحت، هيتحول لونها من اللون الاحمر للون الرصاصي، هيظهر لك جرس تدوس عليه كده انت مشترك ومشغل اشعارات يوصلك كل الفيديوهات بس. ويلا بينا. اول حاجه كده الدم بيفك يا باي، الدم بيفك، ابويا هينفخني. بالصياغه اوه يا واو، بامانه منظره جامد، حتى لقيت كومنتات الناس ان انا بعرف كومنتات بتاع كل فيديوهات بيقولوا ايه جامد. سيبه حلوين انتوا قوي كده صح؟ صح؟ ايه ده؟ انا واحد قاعد في الحته دي بقالي ساعه اوف. انا بص بكره هي هي مونتاج بابا. اللي عمل الأوضة دي مش حلو، مش تمام على فكرة، هو اللي عمل الأوضة دي. بوب ايه رأيك يا عم الحاج؟ ايه رأيك؟ دي هنا هو اللي مش تمام، مش حلو. بالراحة بقى يا جماعة كده. ايه بالراحة؟ لا كده بابا بالراحة راح عامل كده. بقول لك ايه؟ يا ابني أنت بالراحة ده عندك بتتفهمه ازاي؟ بص انا ماشي. هو انت متاكد ان انت متصنف تبع البنات دي؟ هو حفل عليه وكل فيديو يا جدعان ولا ايه؟ اللزق بيشيل شكلها اصلا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي؟ بامانه شكلها بقى سيمبل قوي، وانا مش عارف ليه ما بقتش احبه. يا جماعه بصوا، المفروض ان ده كده كان بيت قطه وده كان العش الجميل بتاعها. المهم يعني ان هي باظت دلوقتي من فرتكه عشان عاوزين منها الكبريت. الفيديو ده هتلاقوه نزل على القناه الثانيه او لسه هينزل، يعني مش عارف ايه اللي هيتمنتج قبل ايه، بس كان جامد قوي. يا راجل انا بتعرف ده ما بقاش ده تعرفوا ان شغلكم مش تمام اهو. ايه ده؟ بص ده عامل ازاي؟ تترعش. احنا ما فكناش دول. هجوم شيل يا صاحبي. الحمد لله الحيطه ما باظتش. طب ايه بقى ليك؟ انا متمسك. بتلمع لنا ليه؟ لو حاجه وقعت على الكيسه في الاستوديو. على الاستوديو يا اسطى في ايه؟ لابس كمامه، انا مش طالع كرسي من انا حابب اقول لكم حاجه، العلبه اللي فيها الجنيه ده انا حطيتها في قصر، يعني هو مش لسه هحطها، هي موجوده وربنا ما عرف هي فين. احلف وربنا ما عرف.
يعني واحنا اصلا كنا بنعمل هو حطام الاول وقعد بقى يرمي انت عارف لا انا لسه لا. عارف زيه زي زيكم كده يا جماعه المفروض ان احنا خلصنا دلوقتي هنبتدي بقى التحدي جاهزين يا جدعان كده احنا جاهزين مفيش اي اشاره لا لا ما حدش هيفرح خالص دلوقتي انا هفضل اعمل كده هفضل اقلب كلنا نعمل كده على فكره كده غلط عارف الحركه اللي انت بتعملها دي غلط ليه لان هو لازق الجنيه بامين لان انا لازق الجنيه في العلبه ذات نفسها ما هو عيبان برده فانتوا هتحتاجوا تفتحوا علبه علبه احنا نفتحها اللي فاضي نحطها هنا اه اللي فاضي ارموه وراكم طب ثواني احنا ما بدأناش ايه ما بدأناش ثانيه واحده يا باشا استنى يا باشا لخبط بقى كده بتصعبها طيب يا عم طيب يا عم اهي اهي اهو 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 بتعمل ايه الواد ده حرامي اه الخوف اللي هيكون حتى هتغلبه في الاخر لا 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 يلا واحد اثنين ثلاثه يا جماعه الحوار ده مش تبعنا انت بطيء فشخ يا راجل يا زميلي لا ما انا ممكن اعمل زيك يا ابني انا ممكن اعمل زيك بس يا حبيبي انا بفعص كده يا حبيبي ام حادث فاهم تفعص هو او ما عارف اللي هو فعص وريني وريني سن سن عملها لا فيها صوت في الاخر طلعت علبه كبريت علبه مليانه حبيبي ما تحدفش ناحيتي احلى حاجه يا مينا ان انت هتلم كل اللي انت بتوقعه ده آه. يا عم بس اللي بس يا بابا انا بحب اخوه من هناك يا عم ما تصعبهاش علينا بقى ما عنديش حاجه يلا عارف اللي يقول لك ابره في كلمه قشح فين ده بيحصل يا جدعان في ايه يا جدعان يا انتوا مش عايزين الجنيه ده ولا ايه اتعودت اتعودت على علبة فاضية برضه ما بصت شكلك انت اللي هتلاقي الجنيه فما تلاقي خير ما يصحش ما يصحش طب اهو طب اهو يا ابني طب اهو طب اهو طب اهو ايه يا بس انت بترمي حاجات فيها بس ممكن تكون عليك الجنيه لا انت ممكن تضيع علينا الجنيه يا عم بس مفيش حاجة قول لي اشتغلنا قول لي بس بقول لك ايه طلع الجنيه لا وربنا الجنيه عندك طلع الجنيه وديك وربنا الجنيه عندك وربنا اهو بص تعالى مينا امسك بص الجيب يا اسطى اكيد هو عارف ايه ما يستخبى فانا يا امسك يا مينا اكيد هو عارف ايه بس انا هوريك دلوقتي اهو تعال هتسخنوا معايا هتلاقوا الجنيه مش هتسخنوا بس باللي عمله مينا ده بصراحه ممكن ما نلاقيش اي حاجه خش جامد واحد اثنين ثلاثه يا عم خضتنا ايه ده هو فين فعلا ايه ده يا عم بقى يا عم ايه ده بقول لك ايه ثاني مش نار لا بجد شكله هيلاقيه شكله هيلاقيه ارمي عليه لا اللي بلوب بيحلفوا انت بتعمله صباح الهبل ايه يا اسطى في ايه ده بيرميني وانا بتشك وراه اللي هو ايوه في حد تحس حاجه بترد اي ده هتلاقيها فاضيه ايوه ما تفهمش في ايه وربنا الواد ده كداب وربنا انت كداب ايه ده انت السبب عشان نصعب التحدي وانت عايز ايه التحدي عادي واحد ما بيعمل ازاي قبل واحد يرمي يرمي حاسس ده خبز دقايق خلاص حد فاضي خبز دقايق ساعدني بس لا الجنيه لقيت الجنيه انت شايله فين لا يا رب انت شايله فين يا مينا زق الكبريت ده انا عايز الارض دي فاضيه بعد اذنك هات ليه يعني انت اللي حاطط الجنيه وانت اللي تلاقيه تعالى اكيد هشوفها في المونتاج ان هو طلع العلبه من انت مخبي الجنيه فين اعترف وربنا اعترف احنا هندور الجنيه التاني فين انت حمير ما بتعرفش تدور يا عم انت كذاب ده انت خليت نفتح قد كده اكله جبريل اكله هو اللي كان بيدور كنت مخبيه ولا لا وربنا لا كنت مخبيه انا كنت هنا جيت قعدت هنا قعدت عليه
انا السبب. لا انا السبب. بزلك هارد لك يا ويل. انت عارف لو هو كان خد الفلوس عادي اللي يخبيه اللي يلاقيه ازاي؟ مش منطقيه رزق. ما عندك مش منطقيه رزق. مش منطقيه. طب صلي النهارده صلي. ها بص يا جماعه، لو طلع خامم اكتبوا جرجس ابو قش او جرجس قش. لو ما طلعش خامم ممكن يكتبوا برضه عادي لما بيصدق. يلا طب 5000 ونص. انا كده هاخد ال 5000 ونص. فين ال 5000 ونص؟ هعزمكم. هقول ال 5000 هعزمكم. ده دلوقتي ايه؟ دلوقتي هعزمكم على ازازه بيبس. هاي كوبايه لكل واحد والباقي ليا. طب يا جدعان لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو اللي انا خبيت فيه الجنيه وكسبته، ما تنسوش تدوسوا لايك ووصل الفيديو ده 60000 لايك في خلال 10 ساعات عشان انزل لكم فيديو بكره. وما تنسوش تشتركوا في القناه، تحت الفيديو هتلاقوا كلمه اشتراك تدوسوا عليها ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.